السلام عليكم ورحمة الله. محاضرتنا اليوم رقم 12، وزي ما اتفقنا راح تكون هي مسجلة. المحاضرة هي بعنوان Neurological Assessment. زي ما كلياتنا بنعرف انه الـ Nervous System مكون من two divisions، من شغلتين مهمات. اول واحدة اللي هي CNS او Central Nervous System، وهذا مكون من شغلتين اللي هما البرين والسبينال كورد. المكون الثاني للنيرفوس سيستم هو البيريفرال نيرفوس سيستم او البي ان اس. هذا مكون من الاعصاب اللي بتطلع من البرين ومن السبينال كورد. طبعا في عندنا 12 pairs، 12 زوج من الاعصاب بتطلع من البرين، وفي عندنا 31 زوج من الاعصاب بتطلع من السبينال كورد. طبعا ليش بكون في عندنا pairs، يعني ليش بكونوا بشكل ازواج؟ لان واحد بيطلع من جهه الرايت وواحد بيرجع او بيطلع من جهه الليفت عشان يتحكموا في البوث سايدز تاعون البادي. وظيفة النيرفوس سيستم هو انه عشان يتحكم في كل الموتور السنسوري. شو يعني الموتور السنسوري؟ يعني الاحساس والحركة الاوتونوميك، حتى الاشياء اللي انت ما الك، يعني انت وانت ما او ما الك، كيف بدي احكيها، يعني الانفولنتري ثينجز اللي بتصير في جسمك، مثلا نبض القلب، هل انت بتقدر تتحكم فيه وانت صاحي؟ لا. حركة الأمعاء تقدر تتحكم فيها؟ لا. فهاي هي اللي بقصد فيها أو بقصده فيها بالأوتونوميك الأوتونوميك أكتيفيتيز. كمان النيرفوس سيستم بتحكم في الكوجنيتيف والبيهيفيورال أكتيفيتيز. لما نيجي ناخذ من البيشنت سبجكتيف داتا، بدنا نسأله إذا عنده أي هيدكس، أي هيد إنجري، وطبعا نعرف كيف طبيعة الهيد انجري، كيف صارت، وين اللوكيشن اللي صارت فيه. بدنا نسأل patients اذا في عنده اي dizziness، اللي هي تعريفها انه بكون عنده زي دوخة او light headedness. بدنا نسأل patients اذا عنده vertigo، اللي هي انه بحس انه الغرفة او المكان او في اشي بدلف حواليه. بدي اسأل patients اذا بيعاني من tremors، tremors اللي هي عبارة عن التشنجات او الرجفان اللي بصير مع البني ادم. سيجرز اللي هي التشنجات العصبيه. ويكنس اي ضعف، او اذا البيشنت بيعاني من اي انكوردينيشن. شو يعني انكوردينيشن؟ الان هنا هي نافيه، كوردينيشن معناها تناسق، فكلمه كامله انكوردينيشن معناته لا تناسق، مثلا ما في اي تناسق بحركته لما يمشي، او ما في اي بالانس هو او لما البيشنت يوقف او لما يمشي. بدي اسال البيشنت اذا في عنده اي نمنس او اي تينجلينج في الاكستريميتيز، اي نمنمه او خدران. اذا بيعاني من اي صعوبه في السبيكينج، لانه كمان السبيكينج بتحكم فيها النيرفوس سيستم. بدي اسال البيشنت اذا في عنده او بيعاني من اي مشاكل في السوالوينج، والله البيشنت بغص او بتشردق كثير، فهي واحد من علامات انه بكون في عنده ليجنز بالنيرفوس سيستم. بدي اشوف شو السلف كير اللي البيشنت بيمارسها عشان يحافظ على النيرفوس سيستم تاعته. مثلا البيشنت بيراجع الدكتور، بيحافظ على التشيك ابس، بيشنت بيعمل الفحوصات المطلوبه منه بين كل فتره والثانيه. فها كلياتها من الاشياء اللي انا بدي اسال البيشنتس عنها. كمان بدي اشوف شو في هازاردز، شو في خطورات على الجهاز العصبي. طبعا هاي الاخطار او المخاطر ممكن تكون متواجده في البيئه اللي بيعيش فيها البيشنتس او في الوظيفه اللي بيشتغل فيها. بالنسبه للاوبجكتيف داتا، بدنا نشوف شو في عندنا اكويبمنت. راح نحتاج لبن لايت اللي هو الضوء، tongue blade اللي هي زي الخشبة اللي بيستخدمها الدكتور عشان يكشف على اللوز، هاي بنسميها tongue blade. cotton swab اللي هي قطعة القطن أو القطن بول، كمان هاي ممكن نستخدمها. turning fork الشوكة الرنانة، وراح نشوف صورها في السلايدات الجاي.
percussion hammer وهي نفس الشيء راح نشوف صورها لما نستخدمها. ممكن نحتاج لبعض الأروماتيك substances وهاي الأروماتيك substances الأفضل تكون familiar ويعني تستخدم في البيت مثلا يعني مثال عليها peppermint ريحة النعناع وعلكة النعناع مثلا ريحة القهوة هاي كلها ممكن نحتاج عشان نشوف البيشنت عنده قدرة يميزها ولا لا لأنه كمان السميل هاي مسؤول عنه النيرفوس سيستم. البوزيشن تاع البيشنت لازم البيشنت يكون البوزيشن تاعه سيتنج اب الهيد تاع البيشنت ات اور اي ليفل لازم يكون راس البيشنت على مستوى عيوننا عشان نتفادى اي فتيك او اي باك انجري لنا. طبعا الاكزامينيشن سيكونس احنا كنيرسز بنعمل سكرينينج للنيورولوجيكال اكزامينيشن. شو يعني سكرينينج النيورولوجيكال اكزامينيشن؟ يعني انه بنفحصه بشكل سريع يعني ما بنخش بالديتيلز لمين للبيشنتس او البيرسونز اللي ما بكون في عندهم اي سيجنيفيكانت سبجكتيف داتا من الهيستوري. يعني واحنا نحكي معهم ما قال لنا والله لا عنده ما حكى يعني حكى لنا انه البيشنتس انه ما بيعاني من اي هيديك ما بيعاني من صعوبه بلع ولا من اي صعوبه او عدم توازن. اذا ما في عنده اي مشكله بالسبجكتيف داتا فانا ما بروح بعمل له ديتيلد examination لا بعمل له screening neurologic examination. يعني كيف يعني screening؟ زي مسح على السريع بشكل سريع يعني انه بعمل فحص بشكل سريع ما بخش بكل الديتيلز. بينما البيشنتس اللي بكون احنا مشتبهين انه عنده neurologic problems مثلا والله حكى البيشنتس انه عنده headache أو weakness أو loss of coordination فهذول البيشنتس لازم نعملهم complete neurologic examination. كمان في مثال على الناس اللي ممكن نعملهم اللي بكون عندهم أعراض على neurologic dysfunction مثلا والله صار patients ينسى أو patients صار في عنده ضعف في جزء من الجسم فهي كلياتهم مثلا بكون عندهم او شلل نصفي مثلا فهذول كل هذول كمان نعملهم complete neurologic examination. ممكن نعمل فحص او نعمل شيء بنسميه neurologic recheck examinations على هذول الاشخاص اللي كانوا عانوا من neurologic deficits او problems وعشان نضلنا نراقبهم نراقب حالتهم كل فتره فهذولا بدنا نشوف كيف مثلا طبيعة العلاج كيف بتصير هل في تحسن هل البيشنتس مش مستفيد وقاعد بصير في تدهور فاحنا هذولا بنعملهم نيورولوجيك ريتشيك خصوصا مثلا مع المرضى اللي بيكونوا داخلين عندنا في المستشفيات مثلا الناس اللي بيكونوا في الاي سي يو جايين صاير معهم حادث سير ومنضرر مثلا صاير في عندهم نزيف بالدماغ فكل 8 ساعات بنروح نفحص لهم مثلا الجهاز العصبي فهذا مثال على نيورولوجيك ريتشيك اكزامينيشن. النيورولوجيك اكزام السيستم زي ما احنا عارفين هو بتحكم بكل اعضاء الجسم فعشان هيك لما احنا نفحص كل اعضاء الجسم ضروري نركز على الشغلات اللي بتحكم فيها النيورولوجيك سيستم ونفحصها at that time. لما نيجي نفحص النيورولوجيك اسسمنتس بدنا نمشي بهذا الاوردر او هذا الاوردر. اول اشي نفحص المينتال ستيتس حالته العقلية. الشغلة الثانية نفحص الكرانيال نيرفز اللي هم الاعصاب الطالعة من البرين. الشغلة الثالثة بدنا نشوف الموتور سيستم النظام الحركي اللي بيكون مسؤول عنه نيورولوجيك سيستم. الرابعة او الخطوة الرابعة من نشوف السنسوري سيستم كيف النظام الحسي عند هذا البيشنت. اخر اشي بدنا نفحص الرفلكسز. الرفلكسز اللي هي ردات الفعل اللي بكون مسؤول عنها النيرفوس سيستم مثلا واحد لما ايدك او كوع ايدك يضرب في حفة في زاوية فبتحس انه في زي نمعة كهرباء وايدك بتبعد عن هذاك المكان. هذا مثال على الرفلكسز اللي راح نفحصها في هاي المحاضرة وراح نعرف اسمهم واحد واحد بالتفصيل. نبلش باول اشي بالنيورولوجيك اكزامينيشن اللي هو المينتال ستيتس اكزامينيشن.
فهذا لما نحكي mental status examination أول شيء إحنا بدنا نعرف the cognitive functions. شو يعني cognitive functions؟ الوظائف العقلية عند the patients بالإضافة لل emotional state تاعت the patients. هاي بتتضمن إني أفحص أربع أشياء نختصرها ABCT. A لا the appearance كيف المظهر العام تاع the patients. B behavior كيف سلوكه، هل هو متوافق مع السيتويشن اللي هو فيه. C cognitive functions المهارات او الوظائف العقليه. T اللي هي thought process اللي هي المهارات العقليه اللي بتتضمن مثلا تفكير وبتتضمن مثلا ذاكره حتى. المينتال ستيتس ممكن احنا نفحصها واحنا قاعدين ناخذ من البيشنت هيلث هيستوري. وهون طبعا هسه بنعرف شو هي كيف او كيف نفحص هاي الاربع اشياء. الابيرنس والبيهافير سهلات، لكن هذول الاشياء في لهم فحوصات خاصه فيهم. يعني الابيرنس انا بطلع على البيشنت، خلينا نروح عليهم في السلايدات الجاي. فمثلا بالابيرنس اول شيء البوستر تاع البيشنت. شو يعني بوستر؟ كيف وقفته. الوقفه لازم تكون اريكت والبوزيشن از ريلاكسد. اذا البيشنت كان قاعد على حفه السرير مثلا، او انه مثلا حاس انه عنده او انت لاحظت انه شاد على حاله كثير، في مثل شاد على مثلا قاعد بسك على اسنانه او بطرقع باصابع ايديه، فرونينج زي اللي مكشر. واتشفل ايز، شو يعني واتشفل ايز؟ يعني زي بترقب انه بشوف هل بدك تعمل اشي بشكل فجأة، او البيشنت بتحس انه ريستلس او عنده انكزايتي. هاي ممكن تكون بتصير بحالات الانكزايتي او حالات الهايبرثايرويدزم، بس مش بس هيك، ممكن تكون بحالات البيشنت انه بيعاني من بين، زي والله البيشنت عنده سيفير بين وما حداش او خايف او انه مش قادر يتحمل. كمان البادي موفمنتس لازم نفحصها في الابيرنس. لازم كل البادي موفمنتس الحركات اللي تنتج عن هذا البني ادم اللي بيعملها تكون فولنتيرلي deliberate متعمدة وإلها معنى. والله يعني ما بزبط إن أنا قاعد بحكي مع البيشنتس والبيشنتس قاعد بيلعب بأصابع رجلين مثلا، شو هل هاي شغلة إلها معنى؟ لا طبعا. فهنا لازم إحنا ندقق على هذا الموضوع ونسأل مثلا أصابع رجليك بوجعوك، بحكي لي لا طب، بقوله ليش هيك بتعمل؟ فلازم أنا أعمل elaboration أشوف شو المغزى من إنه مثلا مسك أصابع رجلي. هذا مثال. كمان البادي موفمنت لازم تكون coordinated smooth and even، وانها يعني ما بتتطلبش مثلا حركات وجهد كبير اذا بعمل حركات بسيطه. abnormal findings انه البيشنت يكون apathy مثلا يكون زي انه مرتخي لا مبالي. كمان بيكون عنده psychomotor slowing. هاي كلياتها من علامات الدبريشن. ماشي، depression اللي هو الاكتئاب. البيشنس بيكون لا مبالي، مش مبين عليه مثلا انه مهتم في السيتويشن اللي هو جاي عشانه او اللي هو فيه، وما في. والسايكوموتور اللي هي الحركات الجسميه والحسيه وحتى النفسيه بتلاقي فيها slowing down. فهاي كلها من علامات depression. بالنسبه للدريس اللي هو اللباس يكون appropriate للسيتنج للوذر للسيزون، الايج للعمر والجندر. مثلا كلياتها هاي من الاشياء اللي نحن بنركز عليها بالدرس. فلازم البيشنت لازم يكون لابس اشي مناسب له وابروبريت للسيتويشن. بالنسبه كمان للجرومينج والهايجين، البيشنت لازم يكون كلين ومنظف شعره ومنظف حاله والاظافر. كمان الشعر زي ما حكينا لازم يكونوا مرتبين ومصفوفين او مقصوصين الاظافر بشكل جيد. الشغله الثانيه بنركز عليها في المينتال ستيتس اللي هي البيهافير. فالبيهافير اول شيء بدي اشوف الليفل اوف الكونشسنس تاعت البيشنتس، وهاي لها يعني ليفلز معينه. وهسه كمان
راح نيجي عليهم ليفل ليفل. فمثلا البيشنتس الاصل يكون اويك اليرت، عارف شو الاستيمولاي اللي بتصير بالانفايرمنت، مثلا شو هذا الصوت اللي بيطلع من التلفزيون، شو معناه، او الجرس الانذار مثلا اللي بصير في الكوريدور. فهي هي المقصود فيها الاستيمولايز. كمان respond appropriately to stimuli، مثلا والله طلع صوت عالي مرة واحدة فإشي طبيعي أنه مثلا بني آدم ينقز. facial expressions، look at the patients لازم تكون appropriate للsituation، يعني أنه والله ما بصير مثلا والله حادث سير قدامنا والناس متقطعة جايبينه على الطوارئ والpatients قاعد بضحك فهيك لا تبدل أنه في عند الpatients ال expressions inappropriate la situation. Abnormal findings، ال patients اللي بكون عندهم مثلا depression بتلاقي عندهم flat أو mask light expressions. يعني flat mask light expressions يعني بتلاقي تطلع وجهه تعطي إشي بضحك أو إشي بحزن، ما في أي تغيرات على facial expressions، هو عبارة يعني كأنه جماد قدامك. هذه هي المقصود فيها الفلات أو الماسك لايك expressions. فهي بتكون بحالات الدبريشن والباركنسونز اللي هي جماعة اللي عندهم باركنسون ديزيز. بالنسبة للسبيتش والارتيكوليشن، الساوند اللي بحكيها الpatients بتكون effortlessly، يعني بدون أي جهد كبير. وطبعا هاي الساوند بتطلع من الـ من الفويس بوكس الموجود في اللارينكس. طبعا الconversation بكون appropriate، وانا قاعد بحكي معه الأسئلة اللي بسأله إياها بجاوبنا عليها، بتكون الأجوبة إلها علاقة في السؤال، يعني مش أنا بسأله بالشرق وبجاوبني في الغرب. talking is fluent، هذا حسب اللغة طبعا، يعني مثلا أنا بحكي مع patients أردني فبتوقع أنه يكون fluent في اللغة العربية، بينما يجيني مثلا واحد هندي ما بتزبطش عليه هاي النقطة. بالنسبة للarticulation، أنه قدرة patients أنه يكون words وإلها معنى، هاي هي المقصود في الarticulation، يكون جمل من كلمات إلها معنى وذات مغزى، وطبعا appropriate للquestions اللي احنا بنسأله إياها ولا situation، وتكون هاي الجمل clear and understandable. بالنسبة للمود والأفكت، معناها إنه الحالة المزاجية أو السلوك، أو مش السلوك يعني زي ما حكيت، يعني الحالة النفسية والمزاجية تاعت patients تكون appropriate للplace condition، وتكون patients cooperative يعني متعاون معنا، مثلا ما يكون مثلا كثير بضحك كثير مثلا بتصهون كثير والناس جنبنا ميتين، فهذا ما بيكون مثلا appropriate. او مثلا والله patients جاء خبر انه مثلا ربح مليون دينار مثلا عندنا وهو ما صار اي تغيير على facial expressions، فهي بنسميها مثلا، او هذا مثال على mask expression او flat expressions. بالنسبة لليفل اوف كونشسنس، حكينا انه راح يكون في عندنا ليفلز للكونشسنس. طبعا شو يعني كونشسنس؟ انه البيشنت يكون عارف اوير انه وين هو موجود، شو الفيلينجز تاعونه، شو الافكار الموجود فيها، وعارف شو هي الانفايرمنت اللي المحيطه فيه. فالليفل اوف كونشسنس او اول شيء واحسن او اعلى ليفل انه البيشنت يكون اليرت. شو يعني alert؟ انه يكون patient مصحصح oriented. شو يعني oriented؟ الorientation بسأل patients عن ثلاث اشياء، عن التايم مثلا بسأله شو كم الوقت هسه، فممكن يحكي لنا طبعا يا بتطلع على الساعة بحكي لنا مثلا والله 10 الصبح، ساعة 10 الصبح او الساعة 10 بالليل، بس مش تكون طبعا لما اجي اسال عن التايم بروح بفتح البرادي، مش بعدت من الغرفه بقول له يلا احذر، لا افتح البرادي بقول له اطلع من الشباك كم الساعه، فمثلا بقول لنا والله الساعه 12 الظهر او الدنيا نهار مثلا. البليس وين انت موجود يا عمي، بحكي لنا مثلا في المستشفى. البيرسون مثلا مين هو ملك الاردن، مين هو مين انا اللي انا بحكي معك، فبحكي لي انت الطبيب او الممرض. فالpatients respond appropriately
للأشياء المحيطة فيه وللأسئلة اللي احنا بنسأله إياها و conduct meaningful conversation. فهون البيشنت شو بكون؟ alert. المرحلة الأقل منها لما يكون البيشنت lethargic. شو يعني lethargic؟ يعني إنه شوية كسل عنده، فهو البيشنت مش بالكامل alert, not fully alert. إذا خلينا لحاله بدون ما نحكي معه فهو بروح بخش أو بنام، فلازم نضلنا نحكي معه. ولما نحكي معه بس لما أنا أحكي معه مثلا أنا دي طوالي البيشنت بصحصح aroused كان بي aroused، يعني إنه نقدر نصحيه من نومته. هاي لما نحكي معه normal voice يعني بصوت واطي فبصحصح، لكن مبين على البيشنت إنه drowsy إنه نعسان. ولما أسأله برد علي بردود appropriate وإلها علاقة في السؤال، يعني ما بسأله بالشرق بجاوب من الغرب، لا بكون البيشنت مصحصح لما أنا أسأله، لكن لما ما أسأله بتلاقيه زي التعبان النعسان بروح بنام. ممكن نلاحظ أنه عنده في شوية sluggish أو slow بالthinking process، فهاي شيء متوقع مع الناس اللي عندهم lethargy. الليفل الثالث اللي هو obtunded. obtunded معناها انه عنده خمول، فالبيشنت بينام معظم الوقت. عشان نصحصحه لازم اعلي صوتي او اني مثلا اهزه، امسك احط ايد على كتافه واهز فيهم عشان يصحى. السبيتش لما اساله تلاقي incoherent، بحكي لي كلمات لكن او بجاوبني لكن جواب ما الهوش علاقه في السؤال، بجاوبني بكلمات لكن الجواب تاعه ما لهوش علاقة في السؤال. فهذا من أكبر فروقات بين الأوبتندد وبين الليفل الثاني أو الليفل الرابع. فالأوبتندد الليفل الثاني لما أسأله بكون نعسان البيشنت، لكن لما أسأله بجاوبني بشكل أبروبريت. أوبتندد لا بسأله لكن بجاوبني بكلمات لكن ما إلها علاقة في السؤال. فالبيشنت بتلاقي confused when aroused، لما أصحصحه وأسأله بتلاقي confused مشوش. الليفل الرابع اللي هو ستوبر او عنده سيمي كوما. شو يعني سيمي كوما؟ كوما اللي هي هنا اللي هي غيبوبه، فسيماي كوما معناها شبه غيبوبه. البيشنت اذا خليته لحاله بكون انكونشس، دائما نايم. متى بصح؟ مش بصحصح، متى برد شوي علينا بحسسنا انه عايش؟ لما اروح أظني أهز فيه persistent vigorous shaking، يعني إن أظني أهز فيه أو حتى ممكن أعمل له pain. كيف يعني pain؟ في مستخدمة مثلا ممكن يقرصوا جلد patients فوق عظمة الكلافيكل اللي هي الترقوة، فهنا ممكن إحنا نستخدم هذا الأسلوب. إذا الهز مثلا أعمل له shaking على الكتف ما رد علينا، فإحنا ممكن نستخدم pain stimulation. ولما يجي يرد علينا البيشنت ما برد علينا بكلمات، لا بطلع اصوات groans بس، بقول مثلا زي هيك، يعني انه شوي حاس فيكم لكن مش قادر، ما عنده الطاقه انه يقوم ويرد علينا او انه يكون في عنده consciousness conversation او appropriate conversation. الشغله اللي بتميز هذول البيشنت عن الكوماتوز انه بكون عندهم reflexes. يعني reflexes معمل له مثلا الريفلكس بي على الباتيلا على الركبه بتجاوب، وهسه راح نعرف كيف نعمل الريفلكسز. اخر مرحله واكثر مرحله بكون فيها تدهور بالكونشسنس تاع البيشنتس اللي هي احنا بنسميهم كوما. بيشنتس بكون بغيبوبه فكومبليتلي انكونشس، فاقد الوعي. لو اجيت تعمل له البين ستيميوليشن على الفاضي ما بصحى، يعني تروح تقرص فوق الترقوه ما تلاقي اي ردة فعل من عند البيشنتس، لا اي ردة فعل، لا اي external او internal stimuli، ما في عنده اي حركة او اي اصوات بتطلع منه في حالة الديب كوما. في عندنا بعض المقاييس او الاشياء اللي احنا ممكن نستخدمها عشان نفحص الconsciousness تاع البيشنتس. مثال عليها الجلاسكو كوما سكيل او باختصروها GCS. هذا الجلاسكوما سكيل زي ما حكينا هو عبارة عن أداة بنستخدمها عشان نقيس
الconsciousness فهي assessed level of consciousness. الماكسيمم سكور 15، المينيمم 3. فإذا عمره واحد بيسألكوا قديش المينيمم سكور تاع الجلاسكوما سكيل، دير بالك تقولوا صفر. غلط، لا ما في صفر. المينيمم هو 3. خصنا نعرف ليش الثلاث وليش في عنده 15. طبعا إذا البيشنت طلع السكور تاعه 7 أو أقل، فهذا البيشنت شماله بكون عنده كوما. الجلاسكوما سكيل مكون من 3 أجزاء: best eye response, best verbal response والbest motor response. 4 5 6. شو 4 5 6؟ هاي سكورها من 4، هاي سكورها من 5، وهاي سكورها من 6. اجمعهم بيطلعوا عندك 15 اللي هو تاع الماكسيمم سكور تاع جلاسكوما سكيل. طيب ليش المينيمم 3؟ لانه مثلا البيشنت ما بصحصح، ويعني بنحاول نصحصحه ما بيفتح عيونه، فاقل سكور ممكن ياخذه 1. نفس الشيء اقل سكور ممكن ياخذه بالفيربال 1، واقل سكور ممكن ياخذه بالموتور 1، اجمعهم بيطلعوا معك 3. فالمينيمم سكور تاعت جلاسكوما سكيل كم؟ 3. اذا عمره واحد بينسال وبحكي 0 بتعذر عليه في المستشفى. زي ما قلنا التوتال سكور اني بجمعهم وبطلع عندي السكور من 15. هذا هو الجلاسكوما سكيل. قلنا البيست اي ريسبونس من 4، والبيست فيربال ريسبونس من 5، والبيست موتور ريسبونس من 6، يعني التوتال من 15. هذا النورمال ان يكون واحد عنده 15. نيجي للاي أو best eye opening response. فالpatients بالوضع الطبيعي يكون مفتح عيونه عادي صحصح، بينما الpatients فهون بياخذ 4. طبعا هون السكور بياخذ 4، بينما إذا الpatients بكون نايم لما أجي أحكي معاه بصوت طبيعي بدون ما أصرخ فهون بياخذ 3. بينما إذا البيشنت بنادي عليه ما بصحى، لكن لما أروح أقرصه مثلاً على إصبعه أو على الكليفيكل، يعني بصير الستيميليشن ما بفتح عيونه إلا للبين، فهنا بياخذ سكور 2. بيشنت ولا رد علي حتى لما عملت له بين ستيميليشن ما فتح عيونه، ما كان عنده أي ريسبونس، قديش بأخذ؟ 1. وهنا بنكتب السكور تاع البيشنت. فالإنسان الطبيعي بياخذ 4 مثلاً. بالنسبة للموتور ريسبونس، لما أنا أقول للبيشنت بعطيه أوردرز يحرك أديه، يفتح صابعه، يضم إيده، ويرد علي بكل الأطراف، فهنا بأخذ إيش؟ 6. فلما أوبيز فيربال كوماند بأخذ 6. لكن البيشنت مثلا ما برد علي، لكن دايخ مغيب، وجيت أنا حطيت إيد على إصبعي على إيده وعملت له مثلا قرصته، او مثلا على مكان فوق الترقوه، وراح هو حط ايده على ايدي وزاح ايدي، فهو لوكلايز البين، يعني عارف وين مكان البين، فهون باخذ سكور 5. اذا انا مثلا رحت عملت له شديت او ضغطت على اصبع ايده، هو راح يعمل withdrawal. شو يعني withdrawal؟ راح سحب ايده، حركها، في عنده قوه انه يحركها، لكن ما عنده قدره او ما عنده طاقة انه يشيل يمسك ايده الثانية ويشيل ايدي، فهنا باخذ سكور 4. اذا البيشنت عنده هاي الوضعية اللي هي اسمها decorticate posture، فهاي او فليكشن، طبعا هاي طبعا حالة غير طبيعية، فهاي بتكون السكور تاعها 3. اذا البيشنت عنده decerebrate اي الحالة او الاكستنشن، كمان هاي حالة abnormal، طبعا بكون مشكلة كبيرة في الدماغ، فهاي بياخذ سكور 2. ما عنده أي ريسبونس بالمرة بياخذ سكور 1. بالنسبة للverbal response، لما أنا أسأله على orientation by 3 time place والperson، فهذا patients بياخذ 5. إذا البيشنت أنا بسأله مثلا شو هي السنة اللي احنا فيها، يقول لي والله سنة 1962، فالبيشنت ماله confused، بسأله بجاوبني لكن أجوبته غير طبيعة، أو يعني مثلا
غير دقيقة مثلا، لكن جواب له علاقة في السؤال. فأنا سألت شو هي السنة اللي احنا فيها، أعطاني رقم سنة لكنها مش ما كانت الإجابة صحيحة، فهون بياخذ 4. لكن والله أنا بسأل سؤال بالشرق هو بجاوبني بالغرب، مثلا شو هي السنة اللي احنا فيها، هو بيقول لي بعد الغداء after lunch. هل الجواب هذا له دخل بالسؤال؟ لا. فالسبيتش از inappropriate، فبياخذ 3. بينما اذا انا باجي اسال البيشنتس سؤال، او البيشنتس قاعد بيطلع لي اصوات، هاي الاصوات مش قادر انا اميزها، فهون بياخذ 2. ما عنده اي ريسبونس بالمره بياخذ 1. بجمع كل سكورز بيطلع السكور من 15. قلنا النورمال تاع البيشنتس يكون عنده 15، او النورمال تاع البني ادم يكون عنده 15. اقل من 7 بيكون عنده كوما، يعني بغيبوبه، اللهم صل على محمد. والمينيمم سكور قلنا 3. هاي البيست اي اوبننج ريسبونس زي ما شفنا من 4، والبيست فيربال ريسبونس من 5، يعني احسن سكور ممكن نجيبه، والبيست موتور ريسبونس اللي هي من 6. 4 اي، 5 فيربال، 6 موتور، مجموعهم من 15. حكينا على البيست موتور ريسبونس، حكينا الجريد 3 والجريد 2 انه اذا بكون في عنده فليكشن، ابنورمال فليكشن، او الوضعيه اللي سميناها ديكورتيكيت بوستر، او اذا كان عنده اكستنشن. شو يعني فليكشن؟ انه فليكشن انه ثاني ايديه، اكستنشن انه مادهم، ماشي. فثابت اذا كان عنده فليكشن فاهم، والوضعيه بنسميها ديكورتيكيت، عنده مشكله في قشره الدماغ. بينما abnormal extension بكون عنده decerebrate، في عنده مشكله في الدماغ، في التشو جوات الميد برين. فهاي طبعا مشكله كبيره، وهسه راح نيجيهم بتفصيل. decorticate posture زي ما احنا شايفين هنا في الصوره، طلعوا كيف البيشنتس عامل فليكشن عند الالبو، وعامل adducted للشولدر. شو يعني adducted؟ يعني لازهم للجسم. وتطلع كيف عامل كمان فليكشن عند الريست والفينجرز، ماشي. طبعا هذول اللور لمس شو بكونوا كلياتهم اكستندد، فالبيشنتس بكون عنده طبعا ريجيديتي، كمان عنده تصلب بالعضلات، فهي كلياتها من علامات الديكورتيكيت بوستر، وهاي بتدل انه البيشنتس عنده سيفير دامج للبرين، وطبعا بحاجه رعايه طبيه حثيثه. هاي بتدل انه البيشنتس عنده مشكله في الكورتيكوسباينال تراكت اللي بتنقل الاشارات العصبيه، ومن اسبابها انه ممكن البيشنتس يكون عنده برين ابسس. شو يعني ابسس؟ زي يعني ومصاص محمد، زي دمل في البرين، بيكون في عنده مثلا انفكشن وعامل ابسس، او برين تيومر، سرطانات او تورمات في البرين. ممكن يكون في عنده زيادة في الانتراكرانيال بريشر. الانتراكرانيال بريشر هو الضغط الحاصل من التيشو تاع البرين، من السي اس اف، من البلود بيرفيوجن، فهذا له قيمة محددة، وربنا خالق توازن بين الثلاث اشياء هذول اللي ذكرتهم، اللي هما السي اس اف والبلود بيرفيوجن والتيشو تاع البرين. ففي حالة توازن اذا زاد اي شيء منهم، احنا بنحكي عن سكال يعني صندوق عظمي، فاذا زاد هذا البريشر راح يكون على حساب بقيه المكونات. مثلا اذا البيشنت صار عنده ورم في الدماغ، فراح يزيد الضغط في الدماغ، فهذا راح الجسم عشان يعمل ادابتيشن بده يقلل يا من السي اس اف يا بقلل من البلد. فهي طبعا الاشياء راح تاخذوها بشكل تفصيلي في محاضرات الادلت ومحاضرات الكريتيكال كير ان شاء الله. فأي زيادة في الانتركرانيال بريشر ممكن تسبب الديكورتيكيت. بيشنتس اللي بصير معهم مثلا ستروك اللي هي جلطات دماغية، أو هيد انجري كمان ممكن يصير معهم ديكورتيكيت بوستر. بينما ديسربريت بتلاقي في عنده اكستنشن بالارم زي ما احنا شايفين، اكستنشن هي بالالبوز، كمان بكون في عنده ادكشن بالكتاف يعني ملزقهم على الجسم. بينما دي بكونوا زي ما قلنا extended من عند الالبو وطالعات لبرا، pronated.
فهذول بكون البيشنتس طبعا هون اكستندد كمان باللور ليجز، فهذا بدل انه البيشنتس في عنده سيفير انجري على الليفل تاعت البرين ستيم، وهي بتكون طبعا بكون عنده في ديتوريوريشن في النيرفس سيستم، زي ما قلنا في الغالب بتكون في البرين ستيم او ميد برين، كمان ممكن يكون واحد من الاسباب. الكومن كوزز البيشنتس اللي عندهم هيباتيك انسفالوباثي، الامراض اللي يعني بتاثر على الدماغ وبكون سببها الليفر نفسه، واحد عنده فشل في الكبد فبالتالي الامونيا ارتفعت وعملت انسفالوباثي يعني مشاكل في البرين نفسه. البرين تيومرز السرطانات او التورمات اللي بتصير في البرين، انكريزد انتركرينال بريشر قبل شوي حكينا عنه، والستروك اللي هي الجلطة الدماغية، انتركرينيال هيموريج النزيف اللي بصير جوات الدماغ، او الهيد انجري. الشغلة الثالثة اللي بدي اعملها assessment في المنتال ستيتس اللي هي الكوجنيتيف فانكشن، كنا لازم اسأل عن ثلاث اشياء. في اول شيء بالاورينتيشن، هاي اول شغلة بدي اسألها، نقول ايه B C T E. فA أول شيء الorientation، أسأل patients عن time place والperson. في patients لما أنا أعمل documentation شو بقول؟ oriented by three. شو يعني oriented by three؟ يعني جاوبت عن الثلاث أشياء هذول عرفهم. في patients is oriented by three. شو في عندنا abnormal findings؟ إنه patients يكون في عنده disorientation، وهي ممكن تكون في عنده مشكلة بالبرين نفسه، أو يكون في عنده delirium أو dementia. delirium زي الهذيان، dementia اللي هي الخرف. كمان بدنا نسأل patients عن attention span، وهي الجملة أنا طبعا ضفتها. فالpatients attention span معناته قديش قدرته على التركيز، فهي الـ ability to concentrate. فممكن احنا نفحص هاي ان مثلا اعطيه orders معينة واشوف البيشنس كيف برد عليها. فمثلا هنا بالمثال المحطوط بين quotation marks بقول للبيشنس امسك كاسة المية هاي مثلا في ايدك الشمال، اشرب منها، بعدين انقلها على ايدك اليمين، بعدين حطها على الطاولة. فاذا البيشنس قدر يستوعب علي وركز ورد على هاي التعليمات بشكل دقيق وبشكل صحيح، فالبيشنس بيكون عنده good attention أو normal attention span. كمان نسأل البيشنس عن recent memory، أشياء صارت معه مثلا خلال 24 ساعة الماضية، شو أكلت مبارح، شو أفطرت، شو تغديت، شو عملت بعد الظهر، أي ساعة نمت بالليل مثلا، هاي كلها عن recent memory. بينما الريموت ميموري يعني اشياء حصلت معاه في السابق في الباست ايفنتس، مثلا نسأله متى تاريخ متى ولدت، شو عملوا لك مثلا في عيد ميلادك لما كان مثلا قبل سنتين، او مثلا شو هي اول وظيفه انت اشتغلتها. بالاستعدادات كاتبين عندكم لاست جوب، هي غلط، لازم تكون فيرست جوب، احنا ما نسأل عن شيء قديم. طيب كمان بدنا نشوف قدرة البيشنس على قدرته على تعلم أشياء جديدة new learning. فمثلا بس بحكي للبيشنس أربع كلمات مختلفة، بقول للبيشنس احفظهم، بعدين بصير أقول له سمع لي هاي الأربع كلمات بعد خمس دقائق من أول ما أنا حكيت له إياهن، بعد 10 دقائق، بعد 30 دقيقة. السبب ليش بقسمها 5 10 30؟ عشان أعرف قديش الميموري التايم تاعته، قديش هو بيقدر يحفظ. والله هو كان حافظ على 5 دقائق بعد ما نقلته كلمات، لكن على 30 دقيقة كان ناسيهم، على 10 دقائق كان حافظهم. فالمشكلة عنده مثلا على 30 دقيقة بيقدرش يتذكر أكثر من مثلا 10 دقائق هذا البيشنس. الشغل الثاني في النيرفس سيستم، إن لما نيجي نفحص الكرانيال نيرفز، شو هما الكرانيال نيرفز؟ اللي هما الأعصاب ال 12 الطالعة من البرين، وزي ما قلنا هذول بيجوا أزواج. شو يعني أزواج؟ واحد من اليمين واحد من الشمال. فهاي ال 12 نيرفز
مسميين كالتالي: النيرف الأول اسمه olfactory، وهذا له أسم نعرف شو خصائص كل واحد فيهم شو وظيفته. وفي عنا الأوبتيك اللي هو النيرف 2، الكرينيال نيرف 3 اللي هو اسمه oculomotor، في عنا الرابع تروكليير، الخامس ترايجيمينال، السادس أبدوسنس، السابع فيشيال، الثامن أكوستيك، التاسع جلوسوفارينجيال، العاشر فيغاس، 11 سباينال أكسسوري، وال 12 هايبوغلوسال. بس هذول ال 12 لازم تحفظهم بالترتيب زي اسمك. عشان أساعدكم احفظوا هاي الجملة: On old Olympus أو Olympus towering top، معناها طبعا احفظ هاي الجملة، كل أول حرف منها هي ملونهم بالأحمر بتدل على اسم واحدة من الكرينيال نيرفز حسب الترتيب. فنرجع: On old Olympus towering top a Finn and German viewed some hops، يعني واحد ألماني واحد فنلندي كانوا يتابعوا بعض القفزات وهم قاعدين على Old Olympus Towering Top، يعني على قمة أوليمبس القديمة. كيف يعني؟ الأول أولانية Olfactory هيها، الأول الثانية Old Olympus Optic، الأول الثالثة Oculomotor، ماشي؟ Olfactory Optic Oculomotor، هاي أول 3 O's. بعدين Towering يعني Trochlear، Top يعني Trigeminal. فأول خمسة تقدر تحفظهم بسهولة إنهم 3 O's 2 T's: Olfactory Optic Oculomotor Trochlear Trigeminal. في عندنا كمان بعدين A اللي هي Abducence، بعدين F Facial، بعدين A كمان اللي هي acoustic. فعندنا 3 O's 2 T's A F A: abducens, facial, acoustic. بعدين بصير في عندنا German viewed some hops، G اللي هي glossopharyngeal، viewed من vagus، some من spinal accessory، وhops جاي من hypoglossal. هكذا انت ممكن تساعدك كيف يحفظ هاي الكرينيال نيرفز. هيك طبعا هاي التشريح تاعها زي ما اخذته في ماده الاناتومي. نيجي لكيف طبيعه فحصهم كل واحد فيهم. الاولفاكتوري هو عباره عن سنسوري نيرف. شو يعني سنسوري نيرف؟ الاس هنا اللي انتم شايفينها اختصارات تحت، فالاس سوري الاس معناها سنسوري يعني احساس، فهذا مسؤول عن السنس اوف سميل. الكرانيال نيرف سي ان 2 معناها كرانيال نيرف 2 اللي هو رقم 2 اسمه الاوبتيك نيرف، وهذا كمان سنسوري. فاحنا عشان نفحصه بدنا نشوف الفيجوال اكيوتي، هذا طبعا مسؤول عن حده النظر والفيجوال فيلد مجال النظر. فالفيجوال اكيوتي زي ما اخذنا بنعمل عن طريق السنيلين اي تشارت. انسوا موضوع الاوبثالموسكوب زي ما حكينا، كمان بنفحص عن طريق الفيجوال فيلدز عن طريق الكونفرونتيشن تيست زي ما اخذنا في محاضره العين. الكرانيال نيرف رقم 3 اللي هو الاوكيولوموتور، هذا وظيفته بي اس. شو يعني بي اس؟ تحت بارا سمباثيتك، واللي هي جمله شبه وديه، فهو بيعمل زي constriction في pupils. كمان motor، ماشي. sensory function كمان عنده sensory، ناسين يكتبوها فوق. فهذا بيعمل papillary reaction to light، فإذا حطينا light على pupils بصيرها constriction زي ما تعلمنا. وكمان بالmotor بصير في عند هذا بتحكم في extra ocular muscles، extra ocular muscle movements، وكمان بتحكم في فتحة العين وحركتها الخارجية. الكرانيال نيرف الرابع والسادس التروكليير والابدوسنس هذولا موتور نيرفز، هذولا بتحكموا في extra ocular muscle movements.
الخامس كرينال نيرف رقم 5 اللي هو الترايجمينال، هذا شغل سنسوري وموتور. بالنسبة للسنسوري فانكشن هذا البيشنس بشوف كيف قدرة البيشنس انه يحس لايت تاتش، وطبعا ضروري البيشنس يكون شو مغمض عينه، فانا بقول للبيشنس غمض عيونك، بروح بجيب قطعة قطن بصير ألمسها على وجه البيشنس. طبعا اسمه ترايجمينال، شو يعني ترايجمينال؟ ثلاثي، لانه النيرف تلاقيه بيتحكم له امتدادات على جبهة او جبين البيشنس، على الخد وعلى الدقن تاع البيشنس، فبصير بجيب او بروح بجيب انا قطعة قطن والبيشنس بكون مغمض، بروح بلمسها على جبينه على الخد وعلى الدقن، والبيشنس لازم يعرف انه وين المكان اللي احنا لمسنا هاي قطعة القطن الها، الفورهيد او التشيكس او التشين. كورنيال ريفليكس لازم كمان هاي الكورنيال ريفليكس يكون في البيشنس فاتح عيونه، واحنا نيجي على الجنب ونجيب قطعة القطن نلامس الكورنيا، والردة فعل طبيعي انه البيشنس يغمض عيونه مع بعض، يعني غمض عيونه الثنتين. بالنسبة للموتور فانكشن بدي احس في عضلة الماستر والتمبرال ماسلز الموجودات عند منطقة الاذن، بدي اشوف كيف السترينث تاعت الكونتراكشن، وبخلي البيشنس عشان افحصهم طبعا بخلي البيشنس يصك على اسنانه، بكون انا حاسس هاي العضلات. بعدين بتلاقيه وهو صاك على اسنانه بحاول افتح، بس اضغط يعني على التشن اللي هي الدقن تاع البيشنس اني افتح، احاول افتح ثمه. الطبيعي انه انا ما راح اقدر لانه هاي العضلات اللي هي التمبرال والماستر قويات كثير. بالنسبه للكرينيال نيرف رقم 7 اللي هو الفيشل نيرف، هذا له موتور وسنسوري وباراسمباثيتك فانكشنينج. بالنسبه للموتور فانكشن بتطلع على البيشنس وانا وهو قاعد بيحكي معي، بدي اشوف اذا في عنده اي اسيمتري موفمنتس، اي انفولنتري موفمنتس او اللي حسميناها التكس، او اي اب نورمال موفمنتس. عشان اتاكد انه عنده سيمتري بايلاترالي بقول للبيشنس غمض عيونك وشد عليهم وانت مغمض، اضحك، كشر، ارفع مثلا حواجبك ونزلهم، بين اسنانك، انفخ بخدودك، واشوف طبعا كل هاي الحركات الجهة اليمين بتوازي او بتشابه الجهة الشمال. بالنسبة للعصب الثامن اللي هو الاكوستيك فيستيبولو اوكولر، هذا سنسوري، بدي اشوف انا الهيرينج اكوتي عن طريق الكونفرزيشن والويسبرينج تيست، البقيه انسوها اكسوا عليها. العصب اللي هو التاسع والعاشر الجلوسوفارينجيال، التاسع والعاشر هو الفيغس نيرف. بالنسبه للموتور فانكشن بدي انا اسمع البيشنت فويس، اشوف اذا في عنده اي مشاكل بالسوالوينج، امسك التانج ديبريسر او التانج بليد، بنزل التانج عشان انا اشوف اليوفيلا، وخلي البيشنس طبعا يقول لي فزي ما تعلمنا انه السوفت ويلت واليوفيلا بتتحرك بتطلع لبرا او بتطلع لفوق، واشوف الجاج ريفليكس. الجاج ريفليكس اللي هو لما انا ادخل هاي الستيك او التانج بليد على ثم البيشنس بحس البيشنس انه بده يراجع، فهاي جاج ريفليكس، هاي المقصود في الجاج ريفليكس. طبعا مسؤول عن هذول النيرفز اللي هو التاسع والعاشر، فانا بدي اتاكد انه هذول النيرفز شغالات صح. اذا ما كانوا شغالات صح والبيشنس اجى ياكل بتلاقي قاعد بتشردق كثير، فضروري جدا انه نفحص هذول النيرفز عند الناس اللي احنا نشتبه انه عندهم مشاكل في الجهاز العصبي. بالنسبة للكرينيال نيرف رقم 11 اللي هو السباينال اكسسوري، من اسمه سباينال اكسسوري فهذا بتحكم في العضلات اللي زي الترابيزيوس والستيرنومايستويد مسل، فما بدي اشوف السترينث تاعون هذول العضلات، فبدي اقول للبيشنتس حرك راسك يمين ولا شمال زي ما احنا هنا شايفين، وانا اكون عامل ريزيستنس، حاط ايدي على خده واحاول امنعه من انه يلف راسه، اشوف قديش في عنده مقاومه وقديش في قوه هاي العضلات.
كمان بحط ايدي على كتاف البيشنتس ما هي زي ما هو موجود في هذه الصوره، بقول للبيشنتس حاول ارفع كتافك، وانا بكون ضاغط على كتافه بدي امنعه من انه يرفع كتافه، عامل له زي ريزيستنس، فبدي اشوف قديش قوه هاي العضلات. الكرانيال نيرف الاخير اللي هو رقم 12 واسمه هايبوجلوسال، فهون بدي اشوف قديش قدره البيشنتس انه يعمل لجمل لها معنى articulation. بدي اطلع على البيشنتس تانج، هل انه موجود ميد لاين سيمتري، هل في اي اتروفي، وبقول للبيشنتس طلع لسانك من ثمك وحاول خليه في الميد لاين انه الميديال لاين، والاصل انه البيشنتس يكون قادر على فعل هاي الامور. الشغله الثالثه في النيورولوجيك سيستم اني بدي افحص الموتور سيستم. الموتور سيستم تتضمن اني لازم افحص انا المسلز، والمسلز لازم افحص فيها السايز والسترينث والتون والانفولنتري موفمنتس، وراح نيجي لكل واحد فيهم بالتفصيل. كمان بالموتور سيستم لازم افحص السيربيلر فانكشنز، وهي بتتضمن فحص البالانس تيست والكوردينيشن والسكيلد موفمنتس، وراح نيجيهم كمان بالتفصيل. وطبعا السكيلد موفمنتس في نوع فحوصات اسمها رابيد الترنيتنج موفمنتس، فينجر تو فينجر تيست، فينجر تو نوز تيست، هيل تو شين تيست، وهي كلياتها زي ما قلنا راح نيجي عليها بالتفصيل ونشوف فيديوهات كيف تنعمل. نبلش في اول اشي اللي هو فحص المسل. المسلز قلنا بدنا نشوف السايز بتاعت المسل، لازم تكون نورمال بالنسبة للايج والبادي سايز، وتكون سيمتريك بايلاترالي، يعني العضلة بتاعت البايسبس اليمين بتوازي او بتشابه العضلة من ناحية الحجم من ناحية القوة بتاعت البايسبس الشمال. اذا كان في فرق بمقدار 1 سم فهذا اشي طبيعي ومش اشي بيأثر على النتائج. لمتى بكون في عندي مشاكل؟ اذا بكون البيشنتس بيعاني من اتروفي. شو يعني اتروفي؟ ضمور في العضلات، او هايبرتروفي انه زياده في نمو العضلات، وطبعا هون بدنا نعرف شو السبب. ممكن يكون في تيومرز حجمها زاد. كمان بدي افحص السترينث اللي هي قوه العضله، وهي عن طريق الريزيستنس تيست. شو يعني الريزيستنس تيست؟ طبعا هون بتكون اكتيف range of motion ROM range of motion. شو يعني range active؟ بس في عنا كلمة active. شو يعني active؟ في عنا active range of motion، في عنا passive range of motion. شو يعني active؟ لما الpatient هو يحرك العضلة أو الextremity فهي active، لما هو اللي يحركها. بينما أنا لما أجي أقول للpatient رخي حالك أنا بدي أحرك لك إيدك، فهنا بتصير اسمها passive range of motion، يعني البيشنس ما بتحرك، انا اللي بحرك له ايده، فهو passive ما عمل اي طاقه. نرجع لفحص السترينث. قلنا مثلا بمسك ايد البيشنس بقول له حاول اسحبها جهتك وانا برجعها لورا، فبدي اشوف قديش في strength للبيشنس. النورمال انه يكون فيها good strength، الاب نورمال ممكن يكون patients عنده paralysis او بليجيا، فهي معناها انه عنده زي شلل او absence of strength، او يكون عنده paresis. شو يعني paresis؟ weakness. شو يعني weakness؟ انه في عنده ضعف في العضلات. ف paralysis او بليجيا، فمثلا في عندنا مصطلحات hemi بليجيا، وعندنا هيمي باريسس. هيمي بليجيا شلل نصفي، بينما هيمي باريسس يكون عند البيشنس ضعف في منتصف واحد من الجسم، يا اليمين يا الشمال. الهيمي بليجيا شلل نصفي، يا بكون في عنده شلل في النصف اليمين او شلل في النصف الشمال، وهي كلياتها من علامات الجلطات او النزيف الدماغي. كمان نفحص في المسلز اللي هم التون. شو يعني التون؟ قديش في تنشن او كونتراكشن في المسل
لما تكون ريلاكست، وطبعا شرط تكون هاي المسل فولنتري، يعني الجسم له او البني ادم له قدره انه يتحكم فيها هو صاحي. مثلا عضله البايسبس كل هاي عباره عن فولنتري مسل، بقول للبيشنت رخي حالك وانا بروح بعملها بالبيشن اشوف قديش فيها نسبه كونتراكشن. فالنورمال انه طبعا يكون في عندنا شويه ريزيستنس، وهي بتنعمل عن طريق فحص الباسيف رينج اوف موشن. مثلا بقول للبيشنت زي ما قلنا رخي حالك وانا بروح بشوف التون تاعت المسل، زي ما قلنا اني الاحظ فيها شويه كونتراكشن او شويه ريزيستنس. نشوف في عندنا abnormal findings انه يكون البيشنت فلاسيد. شو يعني فلاسيد؟ كثير رخو ما في اي مقاومه، وكمان بقابلها الاسباستيسيتي اللي هي يكون في عنده تشنج او يكون في عنده مثلا ريزيستنس كبيره. طبعا ريزيستنس كبيره بتكون انفولنتيرلي، احنا قلنا هون باسيف رينج اوف موشن. كمان نشوف البيشنتس اذا في عنده اي انفولنتري موفمنتس او تيكس. فالنورمال انه البني ادم ما يكون عنده اي تيكس او اي انفولنتري موفمنت. كمان من الاسسمنت تاعت الموتور فانكشن بدي اشوف السيربيلر فانكشن، يعني الوظائف اللي بيقوم فيها السيربروم. فواحد منها البالانس تيست. يعني البالانس تيست قديش قدرة البيشنتس على التوازن. اول اشي بعمل له اياها الجيت المشية، بخلي البيشنتس يمشي مسافة من 10 ل 20 قدم، يمشي مشيته الطبيعية ويلف ويرجع لي للمكان اللي بلش منه هذا المشي. فالطبيعي انه تكون الجيت سموث، ما يكون في اي جهد كبير وهو يمشي، ما بسحبش رجليه سحب، مش حطن على الارض مثلا. الارم سوينج تكون ابروبريت للمشية. الستيب لينث تكون تقريبا الفرق ما بين الرجل والرجل تقريبا من هيل تو هيل، هاي المسافة تكون 15 انش. الابنورمالز اللي ممكن يكون عند البيشنت يكون عنده اتاكسيا، يعني ما يكون في عنده اي توازن، او يكون عنده انستدي، او تلاقي في عنده ستيفنس وهو يمشي، او تلاقي فحجته او المسافة بين الرجلين تكون بعيدة اكثر من 15 انش. كمان بنخلي البيشنتس يعمل فحص التاندم ووكينج. كيف يعني تاندم ووكينج؟ خلينا نشوف هذا الفيديو. استنى طبعا تيحمل او تيفتح. Now I'd like you to walk like walking on a tightrope with one foot right from the other heel right up against the toes and walk down and back that way. فهذا هو فحص التاندم جيت او تاندم ووكينج. بمشي البيشنتس بخلي الهيل ملاصقه للاصابع الرجلين اللي وراها. طلعوا كيف بمشي. هيل تو تو ووكينج اسمها. هيل تو تو ووكينج، يعني بخلي الهيل ملتصقة مع أصابع الرجلين اللي ورا، بخليه يروح ويرجع. طبعا البيشنس لازم يمشي بشكل متوازن. فهاي هي فحص الهيل تو تو. بعتذر طلع من شو اسمه، سامحونا. استنى بالباوربوينت لانه طلع منه، مش عارف شو صار. وصلنا هاي السلايد.
فهذا هو فحص الـ tandem walking اللي هسه شفناه على الفيديو. فهو toes or heels، طبعا heel to toe fashion زي ما قلنا، وبدنا نشوف كديش في عند patients في عنده balance. بالنسبة لفحص رومبرغ تيست، هذا شرحناه في المحاضرة الماضية اللي هو فحص الأذن. خلي البيشنز قلنا واقف، بخلي الفيت لازين على بعض، feet together والarms at the sides، مرخيات أو رافعهن على الجوانب. خلي البيشنز مغمض عيونه ومخلي نقول له وقف لمدة 20 ثانية. زي ما انتم شايفين بالصورة حنكون حوالين البيشنس عشان ما يدوخ، او اذا داخل البيشنس نمسكه ما يوقع ويعمل انجري لحاله. الطبيعي انه يكون مينتين بوزيشن والبالانس، ما يصير في عنده تأرجح لليمين للشمال او لقدام او لورا. بينما اذا كان في عنده تأرجح فهي بنحكي انه عنده البيشنس بوزيتيف رومبرغ تيست، فهي تخلي بدل انه البيشنس عنده مشكلة بالسيربرم او سيربرال او سيربيلر فانكشنينج. كمان من الاشياء اللي ممكن نعمل له اياها بنخلي البيشنت انه مثلا يرفع رجله ويصير يحجل، او مثلا انه هوب ان بليس، يعني ينط على رجل واحده بعدين يغير ويصير ينط على الرجل الثانيه، واشوف اذا في بيقدر يحافظ على توازنه ولا بيوقع بكل سهوله. طبعا هاي الفحص لازم نختار العمر، يعني نتاكد، يعني اختيار كبير يد ماشي على العكاز بزبطش نعمل له هذا الفحص. كمان بدنا نشوف فحوصات اللي هي ال coordination والskilled movements. راح نشوف فيديوهين. أول فيديو راح يحكي عن rapid alternating movements وعن فحص ال finger to nose. وفي عندنا هن ثلاث فحوصات: rapid alternating movements، finger to nose، finger to finger test. راح نشوف كلياتهم في فيديوهين. نبلش بالله في الفيديو الأول. Now I want you just to relax your hands and I want you to tap on one side. زي ما انتم شايفين هذا فحص finger to finger test. شو يعني finger to finger؟ بخلي الثمب يصيب او يلامس كل الاصابع الثانية. طبعا بعمل هذا الفحص في الايد الثانية. Now watch your hand count down your fingers. كل الاصابع ورجوع رايحة وراجعة. Good, other side, just tap first and زي ما قلنا لازم نعمل على both sides. Now go down, count your fingers, coming back up. هذا اسمه finger to finger test. Hands and flip off water. Now make a loose fist. هاي مش مطالبين فيها. Like this. Now rotate your right wrist back and forth and your left wrist back and forth. ولا Now what you do is I want you to pat أيوة your leg هذا الفحص front, اللي هو front, rapid back, alternating front, back, movement. As as طلع كيف بتعمل ايدها. باطن وكفة الايد بخليها تخبط. طبعا بتعمل على اليمين وعلى الشمال. في عندنا كمان فحص اللي هو finger to nose test. والله خلنا نفتح السلايد. فاحنا اخذنا rapid alternating movements والfinger to finger test. طلع عنا الfinger to nose test، بس انا عامل طبعا غلط بالhyperlink. Now I want you just to relax your hands and I want you to tap on one side fast as you can. Now watch your hand count down your fingers and come back up and keep going up and back and down. Good, other side, just tap first and thumb
Now go down, count your fingers, coming back up. Very good. I want you to shake your hands and flip. بعد إذن قم بالله finger to nose test هذا فحص finger to nose what I want you to do now is to make a pointer out of this finger go from the tip of your nose the tip of my finger back and forth تلامس إصبعها أو سوري النوز النخار تاعها لإصبعي بصير أنا أحرك بإصبعي وهي لازم تكون عندها القدرة أنها تلامس المنخار تاعها على إصبعي وطبعا برد بعيد هذا الفحص على الجهة الثانية على إيدها فلازم يكون عندها القدرة أنها تلحق إيدي وكمان ترجع لمنخارها اللي هي الريفرنس بوينت نرجع للسلايد قلنا أول واحد اللي هو rapid alternating movements فها زي ما قلنا نخلي patients يعمل patting على knees شو يعني patting على knees إنه يخبط على knees تاعته بوجه وباطن الإيد بشكل يعني يكون في عنده بسرعة ويكون في عنده rhythmic لازم الحركة تكون smooth وكمان نخلي patients يعمل اللي هو زي اللي بيسبح في اللي هو خلي الثمب انه يلامس كل الاصابع الثانية finger to nose test بخلي البيشنتس اول شيء طبعا اللهم صل على سيدنا محمد finger to nose test بخلي البيشنتس يلامس منخاره مع اصبعنا بس هون حاطينه بالسلايدات انه مخلي البيشنتس يلامس منخاره مع اصبعه اليمين والشمال وهو مغمض عيونه فهذا بصراحة انا بعتذر عن الفيديو اللي ورجيتكم اياه مش نفس الموجود في السلايد الموجود في السلايد بقول لنا انه لازم يصير البيشنتس يلامس منخاره بالاصبع اليمين الاندكس اليمين والاندكس الشمال اللي هو سباب اليمين والسباب الشمال ويصير يلامس منخاره بشكل متبادل بين الاصبع اليمين والاصبع الشمال وهو مغمض عيونه هذا هو الفينجر تو نوز تيست الفينجر تو فينجر تيست نخلي البيشنتس وهو فاتح عيونه نخلي البيشنتس انه يلامس الفينجر تاعه مع او يلامس منخاره مع يلامس الاصبع تاع الاكزامينر وهو يغير في مكان ايديه هذا فحص finger to finger test وفي عنا finger to nose test وهو مغمض عينه زي ما قلنا يغير بين الاصبع اليمين والاصبع الشمال يلامس منخاره وهو مغمض عيونه اخر فحص من cerebellar function اللي هو heel to shin test هذا للور او lower motor system فبنخلي البيشنتس نايم على ظهره supine position وبنخلي الهيل تاع رجل بحطها من عند النيز وينزل نزول على الشافت شو يعني الشافت على اللي هي السطح تاع الرجل الثاني فمن الني للانكل يعني من الني وينزل فيها نزول بشكل مستقيم ويكون البيشنس عنده قدرة على التوازن انه ما يخربط ما تنزلق رجله مثلا او يصير في عنده اي involuntary movements نبلش بفحص السنسوري سيستم السنسوري سيستم احنا هون راح نفحص البين superficial pain نفحص البيشنتس على قدرة على تحديد اللايت تاتش على الفايبريشن واخر اشي فحص الستيريوجنوسيس شو يعني الستيريوجنوسيس انه قدرته على تمييز الاشكال وهو مغمض يعني هو مغمض عينه بحط بايده مفتاح مثلا او بحط بايده مصاري وهو لازم يعرف انه هذا مفتاح هذا مصاري وهو مغمض عينه هسه كيف بنعمل هاي التستنجز الاربعه اللي حكينا عنها فوق اول شيء لازم اقارن بين اليمين والشمال ودائما اقارن ما بين الاجزاء البعيده من الجسم مع الاجزاء القريبه بتنعمل هاي الفحوصات والمريض بكون مغمض عيونه ما بصير اعطيه اسئله اني كاني بدله على الجواب لا خلص بساله وين حاس
المكان اللي انا او حسيت حاسس بشيء مثلا وانا بكون غوص فيه مثلا، ما بقول له حسيت، اذا بقول له حسيت معناته فعلا انا غزيته، فلا بقول له مثلا انت خبرني لما تحس باي شيء، فبكون اغص فيه. اذا البيشنتس قال لي حاسس بشيء خلص ما اعطيتوش اي دليل. يعني لما اجي انا افحص الفايبريشن والبوزيشن سنسيشنز بستخدم بروح على الاطراف ابعد شيء اللي هم الفينجرز والتوز، اصابع اليدين واصابع الرجلين، اول شيء بروح بفحصهم. اذا طبيعيات بقدر امشي للمفاصل القريبه الاماكن القريبه، او سوري اذا كانت طبيعيات بفترض انه الاماكن القريبه مالها نورمال تو. يعني مثلا هذا عصب الرجل، سوري خلينا ارجع افحص ارسمه، مثلا هذا عصب الرجل ونفترض انه هنا اصبع الرجل، فانا بالفايبريشن ببلش من عند اصبع الرجل. اذا الاصبع الرجل كان الفايبريشن تيست تاعه طبيعي، وهسه كمان شوي بنعرف كيف بنعمل، فانا بفترض انه كل العصب ماله طبيعي. بينما اذا هذا مش طبيعي اللي هو الاصبع الرجل كان مش طبيعي، بصير انا انقل مثلا على اماكن بوني بروميننت موجوده على مجرى هذا العصب. لكن اذا كان ابعد شيء طبيعي فبفترض انه كل العصب بكون فحصه طبيعي. بغير من سرعة الفحص تاعي، مثلا بقول له بدي اشوف، هسه رح نعرف شو هي الفحوصات، بدي اشوف انت احكي لي بغزك بإشي واحد او بدبوس واحد ولا بدبوسين، طبعا مش دبوس، راسية خشبة، فبتلاقيهم غمض عيونه بغزه مرة واحدة، بغزه مرة ثانية، فبخلي السرعة تختلف، ما بخلي فيه رتم معين في طبيعة الغزات عشان ما يتعود البيشنتس على أو يعرف الجواب من سرعة الغزة. وكمان بدي أشوف إذا البيشنتس في عنده أي سنسوري لوس وأرسمها، مثلا برسم بالدوكيومنتيشن بقول والله البيشنتس كان عنده ميموري لوس في الليفت ليج. أول إشي بنعمل أسسمنت للسباينو ثالاميك تراكت. شان نقصد فيها spinothalamic tract، هاي عبارة أو شو، في عنا tracts في الجسم المسؤولة عن sensory pathways، ففي عنا lateral tract، anterior tract، في عنا posterior tract، وفي عنا anterior lateral tract اللي هي نفسها spinothalamic tract، هاي المقصود فيها. فبالنسبة للspinothalamic tract لازم نفحص patients، لا نفحص pain ونفحص اللايت تاتش، فهاي واحد البين واثنين اللايت تاتش. كيف يعني البين؟ بروح بجيب تنج بليد زي ما احنا شايفين في الصورة هاي اللي على اليمين، طبعا هاي صورتين مع بعض، بجيب تنج بليد بروح بقسمها، بخلي جزء منها حاد وجزء منها عادي زي ما هي بالاصل، اللي هي زي ما احنا شايفين هون مدورة او تقريبا ما تكون حادة، فبخلي البيشنس هو مغمض عينه على نفس المكان. مثلا بقول للبيشنس بلامس ساي تانج بليد على رجل البيشنس، بقول له هل انت حاسس بشيء حاد ولا شيء ضل؟ شو يعني ضل؟ عكس حاد، يعني انه مش حاد. فالبيشنس لازم يعرف ويعرف شو طبيعه الاحساس اللي حاسه، هل هو حاد ولا مش حاد. والاصل انه نخلي في فراغ ثانيتين تو سكندز بين كل ستيمولاي، بين كل دقه ودقه، عشان نمنع الصميشن. شو يعني صميشن؟ انه يحس او انه البيشنت يحس انه تو ستيمولاي انه يحسهم واحد، وان ستيمولاي، يعني والله تغسوا مرتين بفتره اقل من ثانيتين البيشنت راح يحس انه هذا جاست وان ستيمولاي. فهذا هو الصميشن، المقصود في الصميشن عشان نمنحها لازم نخلي 2 seconds between each stimuli. شوفي عندنا abnormal findings انه البيشنت يكون في عنده hypoalgesia، فهي معناها انه يكون عنده decreased pain sensation. analgesia انه ما عنده اي احساس بالوجع في المرة، بينما hyperalgesia معناته عنده زيادة في حدة الوجع او الاحساس بالوجع،
يعني هاي الدقة الإنسان طبيعي ما بتوجع ما بصرخ منها، بينما هذا البيشنس لما غزيته أو خليته هاي حافة الخشب تلامسه صار يصرخ عمل العرس، هاي نسميها هايبر ألجيزيا. الفحص الثاني اللي هو اللايت تاتش زي ما احنا شايفين في هاي الصورة، البيشنس بغمض عيونه بجيب قطعة وسب أوف كوتون يعني شوية قطن وبصير ألامس البيشنس وأقول له لما تحس بإشي احكي لي، فهو حس بشوية القطن أو حس بإشي ناعم بصيبه بقول لي أنا مثلا حسيت شو حسيت، بقول لي حسيت بإشي ناعم بلمس رجلي، فهذا الإشي الطبيعي. فالبين واللايت تاتش هم فحوصات سبينوثالاميك تراكت. بالنسبة للبوستيريور كولوم تراكت نرجع للصورة هاي، فالبوستيريور كولوم تراكت هي اللي بالخط الأزرق، شوفوا كيف بمشي بطلع طلوع للبرين. هذا الفحص بنعمل عن طريق او فحوصات البوستيريور كولوم تراكت بنعمل عن طريق اول شيء الفايبريشن، وعندنا اثنين بوزيشن. الفايبريشن بروح بجيب التانينج فورك، والتانينج فورك قلنا الشوك الرنانة، وهي صورتها زي ما احنا شايفين بالصورة اللي فوق. بروح بضربها مثلا بحفة الطاولة وبحطها على بوني بروميننس. يعني بوني بروميننس على منطقة فيها نتوء عظمي مثلا مفصل، والبيشنس بكون مغمض عينه. منبلش زي ما قلنا من الفينجر والتوز، منبلش من بعيد. اذا البيشنس والله حس فيها حس بالاهتزازات زي ما احنا شايفين بهاي الصورة في اصبع رجله، فانا بفترض انه كل العصب وحتى الدماغ ماله طبيعي، بينما والله البيشنس ما حس هون، بصير احط بنتقل على الكعب وما حسون بطلع لفوق. فاحنا منبلش من بعيد ومنصير نقرب. اذا من بعيد من اول مرة مثلا من اصبع رجله كانت امور تمام، خلاص ما بنتقل على الكعب، خلاص بفترض انه كل الرجل امورها تمام. هذا فحص الفايبريشن. بالنسبة لفحص البوزيشن او كاينستيزيا، هاي بدي اشوف البيشنس قدرته انه يفهم الحركات اللي احنا بنعمل له اياها. الباسيف موفمنتس، الباسيف موفمنتس يعني احنا بنحرك له اعضاء جسمه مثلا وهو مغمض. احسن اشي وهي زي ما قلنا with eye closed. الافضل اشي ان مثلا امسك اصابع عديه او اصابع رجليه واصير احرك فيهم لفوق لتحت يمين يشمال، وانا اسأل البيشنس باي اتجاه اتحرك الاصبع. طبعا البيشنس زي ما قلنا لازم يكون مغمض عيونه، وهذا فحص البوزيشن او كاينستيزيا. النورمال فايندينج انه البيشنس بيقدر يعرف اتجاه الحركة، بينما الابنورمال فايندينج انه ما يكون في عنده قدرة على الاحساس بالحركة اللي احنا عملنا له اياها. هذا فحص الفايبريشن وهذا فحص البوزيشن تيست. فطلعوا كيف البوزيشن تيست، احنا مسكنا اصبعه حركوا له لفوق ولتحت يمين وشمال، والبيشنس لازم يحكي لنا شو وين الاتجاه اللي تحرك فيه الاصبع. كمان لازم نفحص الديسكريمناتيف سنسيشن، ديسكريمناتيف سنسيشن او الفاين تاتش. هاي اكثر من فحص. اول اشي ستيروجنوسيس اللي هي معرفة الاشكال، والبيشنس بكون مغمض عينه، فالابيليتي تو ريكوجنايز الاوبجكت باي فيلينج ذم طبعا، والبيشنس زي ما قلنا مغمض عيونه، كل الفحوصات بتنعمل هو مغمض عيونه كل هاي الفحوصات. الفحص الثاني جرافيستيزيا اور نمبر ايدنتيفيكيشن، برسم على ايده وهو مغمض طبعا، بعمل حالي اني قاعد بخطط على ايده رقم معين، وهو لحاله بحكي لي شو الرقم اللي انا كتبت لي اياها، طبعا هو بكون مغمض عيونه. الفحص الثالث اللي هو two point discrimination، فهي وخلينا نروح على احنا على الصوره ونعرف شو الفحوصات. اول فحص اللي هو ستيروجنوسيس، بنحط اوبجكت بايد البيشنتس، بقول له امسك هذا الاوبجكت، فالبيشنتس بكون مغمض عيونه وبيعرف شو الاوبجكت من اللمس. بحط مفتاح بايده بقول لي والله هذا مفتاح، بحط شلن بايده بقول لي والله هاي عموله نقديه مثلا او مصاري زي هيك. فحص الجرافستيزيا
اللي هي الفحص الثاني او النمبر ايدنتيفيكيشن، اني بروح زي ما قلنا بكون البيشنت مغمض عينه وانا بروح برسم له على مثلا على باطن الايد رقم معين، والبيشنت بيعرف شو هو هذا الرقم او هذا الحرف. فحص 2 بوينت ديسكريميشن اللي هو هذا الفحص، اني بجيب مثلا دبوسين ببلش مثلا من مسافة نص سنتيمتر لانه هي الطبيعي من نص لا 1 سنتيمتر، هذا الطبيعي. فبلش انا من النص بصير اوسع المسافة اللي البيشنت بحس فيها، والله نص حس، 7 بالعشرة حس، 8 بالعشرة حس، 1 حس، 2 بالعشرة او 2 سنتيمتر مثلا ما حسش، او سوري انا حكيت غلط، منبلش من بعيد ومننزل نزول. هاي 2 point discrimination العكس، ببلش من بعيد وبقلص المسافة، يعني مثلا ببلش مسافة 4 سنتيمتر، هاي طبيعي البيشنت حسها. مثلا بنزل المسافة بخليها 3 سنتيمتر، البيشنت حسها. 2 سنتيمتر، طبعا المسافة ايش؟ المسافة بين كل غزة وغزة زي ما احنا شايفين فوق بالصورة، بين كل غزة وغزة، فعلى 2 سنتيمتر كمان البيشنت حسها، على 1.5 البيشنت ما حس. فأنا بروح بسجل إنه البوينت أو التو بوينت ديسكريميشن كانت على 1.5 وكانت مثلا على الرايت هاند أو الرايت شولدر. فبروح هنا هيك بعمل دوكيومنتيشن وبقيمها. الطبيعي قديش الانسان الطبيعي بيقدر يعني يعرف التو بوينت انه والله غزوه حتى على مسافة بوينت نص، من بوينت نص او من 5 ml ل 10 ملليمتر او من 10 ملليمتر، يعني من نص سنتي ل 1 سنتي، هاي هي الطبيعي. كمان في فحص نسينا نحكيه، two point discrimination، الاكستنشن سوري، هذا ان بروح البيشنت الاصل يكون مغمض عيونه، بروح بلمس نفس المكان مثلا الكتف اليمين مع الكتف الشمال، ايد اليمين مع الايد الشمال وهو مغمض عيونه، بقول له احكي لي انت شو حسيت، بقول لي انت خبطت او لمست مثلا ايد اليمين وايد الشمال. فهذا فحص الاكستنكشن. البوينت لوكيشن بخلي البيشنت مغمض عينه، طبعا بلامس مكان معين، مثلا بلامس ايد البيشنت وهو مغمض عيونه، بقول للبيشنت افتح عيونك وحط ايدك على المكان اللي انا لمستك فيه. فهذا هو فحص البوينت لوكيشن. بعدين نيجي لفحص الريفلكسز اللي هي ردة الفعل. الريفلكسز زي ما حكينا بمحاضرات قبل هيك هي عبارة عن بيسك ديفنسيف ميكانيزم، هي وسائل دفاعية عند الجسم مسؤول عنها النيرفس سيستم، وهي موجودة في السباينال كورد. ماشي، السباينال كورد او الريفلكسز عشان تعرف انها شغالة صح لازم يكون الافرنت نيرف، الافرنت نيرف والسباينال ارك بالاضافة للافرنت نيرف و نيرف والساينابس ساينابس بالإضافة للمصل، هذول كلياتهم يكونوا أمورهم تمام عشان يكون ريفلكس عندنا طبيعي. يعني شو الأفرنت نيرف؟ العصب اللي بمسك الإحساس بوديه على السباينال أرك، قلنا هذا موجود السباينال ريفلكس في السباينال كورد. السباينال أرك هو المسؤول إنه يحكي للإيد شو تعمل.
مثلا او للرجل. يعني مثلا والله وانت مغمض حطيت ايدك على الغاز وهو سخن، مين حكى لايدك انها تسحبها؟ مش البرين، لا السباينال ارك، السباينال كورد. ليش؟ طبعا مش البرين، فاحنا هيك اختصرنا وقت، اختصرنا مسافات، اختصرنا من الانجري. عشان هيك احنا بنحكي هاي عباره عن ديفنسيف ميكانيزمز. الافرنت نيرف معناته العصب اللي نقل الاحساس الاولاني بالسخونه، هذا اسمه افرنت نيرف، من الايد للسباينال كورد. السباينال كورد عرف شو هذا الاحساس، اعطى الاوردر للايد انها تسحب عن طريق الافرنت نيرف. بعدين لازم النيرف هذا يكون النيرفات موصولات بشكل صحيح، سينابسز امورها تمام، والمصل اللي بتتحكم بالايد كمان تكون شغاله صح. هاي هي الاشياء او العوامل اللي بتاثر على الريفلكسز. قلنا الريفلكسز موجودات في السباينال كورد، وهي كليات عباره عن انفولنتري، وهي ديفنسيف ميكانيزم، وهي بتسمح للشخص انه يتعامل بشكل سريع للبينفول او الهارمفول سيتويشن او الهارمفول ستيمولاي. هاي بتساعد البيشنت انه يحافظ على توازن، على ابروبريت ماسل تون. كمان في عندنا اربع انواع من الريفلكسز. اكثر نوع شائع اللي هو ديب تندون ريفلكسز، مثال عليه الباتيلر او الني جيرك اللي بنفحصه عند الرجل، وهسه بنعرف كيف. في عندنا نوع ثاني اللي هو سوبرفيشال، وله اسم ثاني كوتينيوس ريفلكس، وهذا مثلا مثال عليه الابدومينال ريفلكس وراح نعرفه كمان. في عندنا الفيسرال، وهذا يعني معناه موجود في الاعضاء نفسها زي البابيلاري ريسبونس تو لايت لما يصير في عندك كونستركشن، او يكون في عندنا ريفلكسز بتدل انه في عندنا امراض باثولوجيك ريفلكسز زي فحص البابينسكي او الاكستنسور بلانتر ريفلكس. كلياتهم راح نيجيهم ان شاء الله واحد واحد. نبلش بالديب تندون ريفلكسز. فهي قلنا قديش عندنا الريفلكس ارك او سباينال ارك على السباينال ليفل، قديش هو انتاكت وبيشتغل صحيح. الريفلكسز بنقيمهم بحدتهم، يعني قديش يعني كان في عندنا ردة فعل من 0 لـ 4 سكيل. قبل ما نعمل الريفلكس او قبل ما نفحصه، الليمب اللي هو الطرف الايد الرجل شو ما كانت لازم تكون ريلاكست، والمسل تكون بارشل ستريتشد. والبارشل ستريتشد عن طريقنا احنا يعني باسيفلي، الاكزامينر اللي بيعمل هاي الستريتشنج. لما اجي انا افحص بدي اضرب بالريفلكس هامر على التندون اللي بيكون مسؤول عن العضلة اللي راح تعمل هذا الريفلكس. لكن لما اضرب بضرب بشكل سنابي. شو يعني سنابي؟ بضرب وبشيل الهامر، وهسه راح نشوف شكل الهامر. الهامر معناها المطرقة. وين شكلها؟ هيها زي هاي الهامر زي ما انتم شايفين، وكل اتوقع كلياتكم بتعرفوها. هاي هي الهامر اللي بنحكي او بنستخدمها في الريفلكسز، في فحص الريفلكسز. فقلنا لما تضرب انت بالهامر تضرب بشكل سنابي، لا تخلي الهامر تطول على التندون، بتضرب وبتشيل، وبنضرب بقوة كافية انه تحدث لنا تأثير. ودائما بنعمل احنا assessment comparison بين الرايت والليفت. اذا ما لقينا او اذا ما صار في اي ريفلكس، بنقول للبيشنتس حاول رخي حالك اكثر، نستخدم وضعيات ثانية واحنا ماسكين الالبو مثلا او الجوينت، ونحاول نعمل reinforcement يعني نستخدم قوة مثلا اكثر لما نضرب على التندون. قلنا في عنا السكيل لقوة الريفلكس ريسبونس. ففي عنا بلس 4 هو very brisk وهايبر اكتف وذ كلونس، في عندنا تشنجات وعندنا ردة فعل قوية في الريفلكس، فهذا ابنورمال بنعطيها بلس 4. البلس 3 بيكون بريسكر ذان افريج يعني اكثر من الطبيعي، وهي ممكن تدل انه في عند البيشنتس ديزيز. بلس 2 هو النورمال. بلس 1 انه ديمينيشت اقل من الطبيعي او ردة فعل ضعيفة، وصفر انه ما في اي ردة فعل اطلاقا.
شو يعني قلنا clonus abnormal findings؟ clonus إنه rapid rhythmic contraction، يعني ردة فعل وتكون في زي تشنجات وتقلصات في العضلة، فهي بسميها clonus، وهي بتدل إنه في عنا مرض في الأعصاب أو في spinal cord. hyperreflexia شو معناها؟ إنه في عنا ردة فعل exaggerated، شو يعني exaggerated؟ إنها تكون قوية. hyperreflexia ردة فعل ضعيفة. هاي كلها من abnormal findings. كيفية فحص deep tendon reflexes؟ رح نفحص احنا اول اشي، الاول اشي الاصل نفحص brachioradialis reflex اللي هو نضرب هون بالضبط، فهذا رح يحفز العضلة هاي انها تعمل contraction. شو يعني لما تعمل contraction؟ رح تسحب الايد باتجاهها ولورا كمان، فهذا النورمال ريسبونس. فهذا اول واحد. ثاني واحد انا بفحص البايسبس، البايسبس هي العضلة هاي، فانا لما اضرب هون راح احفز النيرف انه يقول للمصل اعملي كونتراكشن، فهاي المصل لما تعمل كونتراكشن شو راح تسحب معها؟ الايد، صير في عندها فليكشن. الثالثة اللي هي الترايسبس ريفلكس، الترايسبس موجودة هون، فلما يصير فيها كونتراكشن راح تطرف على فوق، وبالتالي راح تسحب الايد وتعمل للإلبو اكستنشن. شو يعني اكستنشن؟ انه يمتد. الرابعة الباتيلا ريفلكس، لما نضرب تحت الركبة هون، فبالتالي العضلة اللي احنا حاطين ايدنا عليها راح يصير فيها كونتراكشن وراح تسحب كل الرجل لفوق، انها تصير الرجل تقريبا او انها تطلع لفوق، انها تصيرها اكستنشن. اخر فحص اللي هو الاخيلس ريفلكس، لما نضرب على الاخيل اللي هو هذا وتد اخيلس، فالعضلة اللي بالكالف بطة الرجل تنقبض فراح تسحب الرجل لتحت. نجيهم واحد واحد. قلنا اول فحص، وانا هاي زي ما انتم شايفين مغير ترتيبهم لانه الاصل هيك يكون ترتيبهم، اللي هو اول فحص اللي بنسميه supinator او brachioradialis test. ماشي، supinator او brachioradialis reflex، وهذا طبعا الريفلكس موجود في الفقرات او في العمود الفقري او في السباينال كورد على مستوى C5 والC6 في الرقبة، اللي هي الموجودة وين؟ في cervical spine. كيف بنخلي البيشنتس؟ بنقول البيشنتس مثلا امسك ايدك مثلا زي هيك، رخي لي هاي الايد، وبنضرب احنا من 2-3 سنتي فوق الراديال ستايلويد بروسيس، هاي الموجودة هون. النورمال ريسبونس قلنا انه يكون في عندنا سوباينيشن وفليكشن او للفور ارم، يعني انها تطلع لفوق وتروح تنام على ظهرها. خلينا بالله وين كان في فيديو كنت حاطه على الريفلكسز، بس الله اعلم وين رايح. المهم راح تشوفون ان شاء الله كلياتهم في اللابات. كمان في عندنا البايسبس ريفلكس، كمان هذا موجود او المكان المسؤول عنه في C5 لC6. بنحط اصبعنا الثمب على الوتد الموجود عند عضلة البايسبس، على البايسبس تندون، وبضرب على يور ثمب، على اصبعي انا، بضرب على اصبعي انا. طبعا بخلي زي ما انتم شايفين ايد البيشنتس مريحة على ايدي ريلاكسد. شو النورمال ريسبونس؟ يصير في عنده فليكشن اوف ذا فور ارم، يعني يصير ايده تطلع لفوق باتجاه البايسبس. بالنسبة للترايسبس ريفلكس، بمسك ايده البيشنت زي هيك وبخلي رخي هاي الايد، بخلي رخيها بالمرة، وبضرب على التندون بالضبط فوق الالبو، مش على الالبو، فوق هون بيكون في عنا وتد، فهاي العضلة تاعت الترايسبس راح تشد، وبالتالي راح تشد معها الايد وصير في عنده البو اكستنشن. طيب فحص الكوادروسيبس ريفلكس،
او باتيلر جيرك او الني جيرك اسمه، هذا موجود مكانه في اللمبر 2 لللمبر 4، فقرات من الثانية للرابعة في منطقة اللمبر. بخلي البيشنس قاعد على حافة السرير ويدلي رجليه بدون ما يلامس الارض، وخليه يرخي حاله. بحط ايدي على عضلة الكوادرسبس اللي هي رباعية الرؤوس الموجودة في الفخذ، وبروح بضرب تحت الباتيلا. الباتيلا هاي اللي هي عظمة الصابونة تحتها بالضبط، والريسبونس تاعها انه العضلة تاعت الفخذ راح يصير فيها كونتراكشن، فلما يصير فيها كونتراكشن راح تسحب الرجل لفوق، فيصير في عند البيشنت اكستنشن للني. طبعا وانا حاط ايدي على العضلة شو لازم اعمل؟ بالبيت للكونتراكشن تاعت الكوادرسبس. فحص الاخيلس ريفلكس او الانكل جيرك، هذا موجود في منطقة من ال L5 لمبر 5 لساكرام 2. بمسك الرجل البيشنت زي ما هو موجود في هاي الصورة، وبضرب على منطقة اخيلس بشكل مباشر. هسا الاخيلس قلنا راح يحفز عضلة الباطن الرجل انها تنقبض، وبالتالي راح تسحب الرجل ويصير في عند البيشنت ايش؟ بلانتر فليكشن. شو يعني بلانتر فليكشن؟ نصير في انقباض بجهة البلانتر اللي هو باطن الرجل، يعني انها تنزل لتحت. بهذا الفحص ممكن البيشنت يصير في عنده كلونس، انكل كلونس. شو يعني انكل كلونس؟ انه يصير في عنده زي تشنجات في الرجل، ريبيتد ريفلكس ماسكولار موفمنتس. طبعا هاي اذا صارت مع البيشنت بتدل انه عنده هايبر اكتيف ريفلكسز، وبدأ اشوف الكونتراكشن في العضلة الموجودة في بطة الرجل، وها كلها تبدل انه في عنده مشاكل في الاعصاب. ها كلها اللي احنا شفناها ديب تندون ريفلكسز. بما انه الفيديو مش طالع معنا هون، خلنا ارجع بالله اشوف اذا لقيته. لا للأسف مش موجود هون معنا، فأنا إن شاء الله بنزلكوا على جروب الفيسبوك الفيديو تاع الفحوصات أو كيف نفحص هاي الريفلكسز. نيجي لفحص السوبرفيشيال أو الكوتينيوس ريفلكس. في عندنا مثلا الأبدومال ريفلكس، فحص الأبدومين هذا السوبرفيشيال يعني على السكن، عشان هيك سموه كوتينيوس. هذا موجود في عندنا طبعا الابر واللور. شو هو ابر؟ يعني فوق السرة زي ما انتم شايفين، احنا بنضرب عشان معنا زي التانينج فورك او سوري تانج بليد اللي هي الخشب اللي بيستخدمها الدكتور عشان نفحص اللسان او الحلق سوري. فاذا كانت الخشطة زي ما احنا شايفين في الصورة هاي اللي على الشمال، اذا كانت الخشطة فوق السرة فهذا upper reflex، اذا كانت تحت السرة زي ما احنا شايفين هون فهذا lower reflex. الأبر من T8 هون كاتبين للT12 في الاصل لT10 او حتى T9، واللور من T10 لT12. patient لازم يكون supine position. knees بنخليهم bent عشان نرخي عضلات البطن، ممكن نحط مخدة تحت الركبتين عشان نرخي عضلات البطن. بستخدم ال end of the reflex hammer او زي ما قلنا ال tongue blade او ال wood applicator tip او زي ما قلنا ال end of the tongue blade عشان انا اخشط السكن. بخشط خشط طبعا بدون ما اجرح البيشنت، زي ما احنا شايفين هون بالصورة اللي على الشمال كيف اتجاه الخشطة، باتجاه لتحت مايل على اليمين وعلى الشمال لتحت. فنمشي من side of the abdomen toward the midline من فوق لتحت، من الأبر لللور abdominal levels. هسا شو اللي بصير؟ انه الجزء اللي بنحمل احنا عنا بنكشطه او بنكشط باتجاهه انه يصير في انقباض بالعضلة. فاحنا مثلا بالصورة هاي اللي على اليمين خشطنا بهاي الجهة، هيك قلنا لازم ننزل نزول، فبصير في عنا انقباض بهاي المنطقة. نزلنا هون خشطنا فبصير عندنا انقباض هون، طيب خشطنا هون بصير انقباض هون etc. وبنكمل. فالنورمال ريسبونس از ابسيلاترال
انه same side نفس المكان اللي خشطنا فيه يصير في عنده contraction. طبعا يصير في عندنا muscle abdominal muscle umbilical deviation toward the stroke. يعني بتلاقي انه زاحت المصل والامبليكس اللي هي السره باتجاه المكان اللي احنا خشطنا فيه، وهذا بسبب الكونتراكشن. كمان من السوبرفيشال كوتينوس ريفلكس هو البابينسكي ريفلكس، او له اسم ثاني بلانتر ريفلكس، وهذا مكانه باللمبر 4 للساكرم 2 زي ما قلنا فحص البابينسكي ريفلكس. وهذا عبارة عن انه بيكون البيشنس مثلا قاعد او نايم، بروح بجيب حفة قلم او طرف التانج بليد مثلا، وبرسم حرف جي بالمقلوب زي ما احنا شايفين هون، جي بالمقلوب ماشي على حفة الرجل. هسا شو الطبيعي؟ الطبيعي انه يصير مع البيشنس زي هيك، انه يصير في عنده بلانتر ريفليكشن، يعني بتنقبض رجله باتجاه باطن الرجل مع الاصابع بلزوا لبعض، بلزوا على بعض زي ما انتم شايفين في هاي الصوره، هاي الطبيعي ماشي. بينما الغير طبيعي اللي بنسميه بوزيتيف بابينسكي ريفليكس انه ترفع الرجل ويفتح الاصابع يبعدوا عن بعض ماشي. هذا البوزيتيف، هذا غير طبيعي. هذا غير طبيعي في الأدلت. متى بكون طبيعي؟ في الأطفال، سوري، هذا غير طبيعي في الأدلت. مش راضي يكتب، خلينا امسح. هذا abnormal positive. abnormal in adult، بينما normal positive، فحص positive بابينسكي ريفليكس normal in kids، بالأطفال اللي عمارهم أقل من سنتين، أقل من سنتين. آخر شيء عندنا مثال على documentation. فبالsubjective data patients حما قال إنه ما في عنده unusual أو أي severe headaches، ما في عنده أي history with head injury، أي dizziness، أي vertigo أو أي seizures أو أي tremors، ما عنده تشنجات، ما عنده انقباضات لا إرادية، ما عنده أي weakness، ما عنده أي نمنمة أو أي خدران، ما عنده أي مشاكل في البلع أو أي صعوبة في الحكي مثلا، ما عنده أي أمراض سابقة أو حوادث سابقة، جلطات دماغية أو ضربات أو إصابات في العمود الفقري أو التهاب سحايا، أو مثلا patients كمان لا بيشرب الكحول ولا أي مشاكل من هذا القبيل. بالـ objective data، mental status، appearance، behavior، speech كانوا appropriate، كان البيشنتس alert oriented to person place and time، يعني oriented by 3 زي ما تعلمنا. recent remote memory كانوا intact. cranial nerve، هاي ال 12 نيرف وكيف عاملهم documentation من طبعا ناسي اول واحد cranial nerve واحد، مش عارف ليش ناسي هون documentation. الموتور، ما كان عند patients اي atrophy اي weakness او اي tremors. rapid alternating movements finger to nose smoothly intact. gait smooth and coordinated. والpatient كان قادر يعمل tandem walking، وكان عنده negative Romberg test، وهذا الطبيعي انه يكون Romberg test negative. لو كان positive معناته patient صار كان يتأرجح وبالتالي كان abnormal، لكن هذا البيشنس كان وضعه طبيعي وكان عنده نيجاتيف رومبرغ تيست. سنسوري، بين بريك، لايت تاتش، فايبريشن انتاك، ستيريوجنوسيس، كلياتها كان عنده قدره انه يحددها. ريفلكسز كانت نورمال، ابدومينال ما كان عنده بابينسكي ساين، ديب تندون ريفلكسز كانت بلس 2 حدتها، وكانت ايكوال باي لاترال،
وكان مثلا بلش من عند الأصابع الرجلين، فبالتالي كان أمور بقية الأمور كانت طبيعية. كاتب سي فلومينج دروينجز، يعني حسب حدة، بكون راسم زي ما قلنا برسم البني آدم، وبكون كاتب مثلا حدة الريفلكسز بلس 2 بلس 2 مثلا بلس 1 اتسترا. هذا هو اللي بقصده سي فلومينج دروينجز. هيك احنا بنكون مخلصين المحاضرة، راح انزل لكم ان شاء الله على جروب الفيسبوك الفيديو عن فحوصات الديب تندون ريفلكسز والكوتينيوس ريفلكسز او سوبرفيشال ريفلكسز. الله يعطيكم العافية، واذا في اي سؤال اسألوه على جروب الفيسبوك. السلام عليكم.